من بحر المحبة وأرض الخليج نرسل اليوم سلاماً عاطراً لعمان، وطن المجد والعز وأرض الحكمة والسلام. يا عمان الخير، يا نبض الأصالة ورمز الكرامة، في يومك الوطني أكيد نحتفل بتاريخك، بإنجازاتك، بأرضك اللي تجمع في ملامحها عبق التاريخ وشموخ الحاضر. مناسبة وطنية مشاهدينا خالدة تجسد انطلاقة النهضة العمانية شاملة وعلاقات أخوية وتاريخية مميزة بين البلدين. وفي هذه المناسبة نرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وحكومة وشعب عمان الحبيب. من هني ومن تغطيتنا الخاصة باليوم الوطني العماني نقول كل عام يا عمان وانت بعزك شامخة، تكتبين في صفحات الزمن قصائد الإنجاز والحب لوطنك ولشعبك الوفي. كل عام وانت يا عمان درة الخليج وتاج الأصالة. مشاهدينا، تاريخ حافل يميز العلاقات البحرينية العمانية، حيث تربطهما علاقات أخوية تاريخية نموذجية تحكمها أصل المحبة والتعاون. للحديث أكثر حول هذه العلاقات الأخوية يسرنا أن نرحب بالدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين في سلطنة عمان. مرحبا بك سعادة الدكتور. الله مسيكم بخير. الله يسلمك، نشكركم على هذه الاستضافة. شكرا على قبول الدعوة، وأكيد احنا نبارك لك هذه المناسبة. الله يسلمك ويبارك. بداية احنا لو نتكلم عن أبرز ما يميز العلاقة البحرينية العمانية. في البداية إذا سمحت لي يشرفني أن أرفع أسميات التهاني والتبركات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى الحكومة الموقرة والشعب العماني الشقيق بمناسبة العيد الوطني 54 المجيد. آملين لسلطنة عمان الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة. طبعا العلاقات البحرينية العمانية علاقات راسخة ومتجذرة منذ عقود من الزمن، ويشهد لها التاريخ. وأصبحت هذه الآن العلاقة نموذج يحتذى به للعلاقات الأخوة التي تستند على ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وأواصر المحبة وشاج الغربة. كما تعلم بأن العلاقات بين البلدين والشعبين يعني علاقات يشهد لها التاريخ، وتستند إلى يعني حضارة دلم ومجان. وإحنا دائماً يعني نشيد بما وصلت إليه هذه العلاقات يعني من تقدم وازدهار في ظل التوجيهات السامية من القيادة الحكيمة في كلا البلدين. صحيح. الآن طبعا هذه العلاقة تشهد نمو وازدهار في مختلف المجالات التنموية، إن كانت تجارية، إن كانت استثمارية، ثقافية، رياضية. وطبعا في الأسبوع الماضي يعني عقدت اللجنة البحرينية العمانية المشتركة، وهذه اللجنة هي الركيزة الأساسية اللي بدأنا فيها لتطوير هذه العلاقة. وهذه طبعا يعني قيمة مضافة للعلاقات الثنائية. وقامت هذه اللجنة برئاسة وزيري الخارجية في كلا البلدين بخطوات هامة، ووضعت خطة العمل والرؤى المستقبلية لمزيد من التعاون بين البلدين. تم الاتفاق في هذا الاجتماع على تقريبا 28 مجال تعاون. احنا طبعا ركزنا على أولوية لهذه المجالات، وكان من ضمن أولوياتنا في المجال المالي المصرفي، في الأمن الغذائي،
وأيضا ركزنا على موضوع إصلاح سوق العمل، وركزنا على مجال التعدين، وأيضا ركزنا على مجالات أخرى لتواكب التطورات والمتغيرات الآن التكنولوجية والتقنية، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. فأصبحت الآن يعني مجالات متعددة، واجتماع هذه اللجنة أعطاني الفرصة لنستعرض المجالات التي تم الاتفاق عليها وماذا حققنا من إنجازات. فكانت فرصة أن احنا نشوف وين احنا يعني حققنا هذه المنجزات، وكانت يعني الإحصائيات تتكلم عن استثمارية، تعليمية، ثقافية، سياحية. فعلى سبيل المثال بالنسبة لحجم التبادل التجاري، كان من 4-5 سنوات كنا 660 مليون دولار أمريكي، الآن وصلنا من 850 إلى 1.2 مليار دولار. وهذا يعطيك إنديكيشن أن احنا قاعدين نمشي في تطور فيما يتعلق بالتبادل التجاري، الصادرات والواردات. أيضا في يعني مجال يعني السياحة، هناك الآن عندنا حوالي 57 ألف سائح من عمان للبحرين، وعندنا حوالي 47 ألف من البحرين لعمان. هذه زادت حوالي 10% في نسبة عدد السواح. عندنا في مجال مثلا التعليم، الآن عندنا تقريبا يعني 12 جامعة تعليمية تم اعتمادها، جامعات عمانية في البحرين، وأيضا تم اعتماد 8 جامعات بحرينية. فإحنا ننظر إلى هذه يعني الدبلوماسيات المتنوعة. نعم. مثلا الدبلوماسية الثقافية، الدبلوماسية الرياضية، الدبلوماسية الاجتماعية، علاقة وطيدة وانعكست سلمك الله على المجالات الحيوية. نعم. هذه الله يسلمك، هذه اللجنة هي يعني رسمت خارطة الطريق إلى السنوات يعني القادمة. الآن احنا عرفنا ماذا حققنا من إنجازات بناء على الإحصائيات مجالات التعاون. الآن احنا نحول هذه التوصيات التي تم اعتمادها مؤخرا إلى مبادرات ومشاريع. في الأخير عندنا مؤشر أداء، وين احنا رايحين؟ ماذا حققنا من إنجازات في كل مجال، ونشوف وين عندنا نقاط الضعف والقوة. في الأخير عندنا هدف أسمى، وهو توطين وتطوير العلاقات الثنائية حسب الرأى الثاقبة من القيادة الحاكمة في كل البلد. نعم. يعني دكتور، نرجع للحديث عن العلاقات الموحدة والمتجذرة منذ الماضي إلى الحاضر واليوم، فخلنا نتكلم عن انعكاسها على حاضرنا اليوم. طبعا يعني تاريخ العلاقة البحرينية العمانية مثل ما تفضلنا من حضارة دلمون ومجان، يعني نتكلم احنا على زي من 5000 سنة. نعم. هناك علاقة لتربط يعني البلدين من هذه الحضارات. نعم. يعني تصوري في آخر على هامش اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي كان في معرض، وهذا المعرض كان يحكي اللقاءات الثنائية بين حكام البحرين يعني والسلاطين. فتصوري أن احنا رحنا إلى 1920 وأكثر في وجود لقاءات بين الحكام. أيضا هناك في المتحف العماني كانوا يعني أبرزوا يعني بعض المقتنيات. تصوري أن في بعض في يعني ختم يسمى الختم الحجر الصابوني، هذه طبعا ختم دلموني من حضارة دلمون. نعم. يعني وجدوا في أحد الولايات في عن سلطنة عمان. جميل. وأيضا هناك في رسائل موجودة في متحف الوطني العماني اللي تدل على التواصل بين الحكام والقادة في ذاك الوقت، وهذه دليل واضح على ما يربط الشعبين الشقيقين من علاقات يعني تاريخية، بالإضافة إلى التجارة وبالإضافة إلى الصناعة اللي هي تشكل يعني الظواهر بين الحضارتين. نعم. طبعاً كما تعلمون بأن هناك كان في تجارة بين عمان. نعم. وبين البحرين،
وأيضا كانت في صناعة، مثلا الصناعة صناعة الفخار، صناعة السفن. لو تلاحظون أن إحنا يعني البلدين الوحيدين اللي فيه صناعة فخار وصناعة السفن اللي يعني فعلا اشتهرت فيها منذ الزمن. عندنا الزراعة طبعا، الفن المعماري. لو تشوف، لو زرين يعني ولاية نزوة، تشوف أنت كأنك أنت تمشي في يعني دهاليز المحرك، فرجان المحرك، في طبيعة الفن المعماري. وهذا دليل واضح حتى في النقش والزخرفة اللي تشوفها على على المباني. هذا دليل واضح أن هناك في يعني علاقة تاريخية طبعا. ويعني الآن يعني إحنا من تشرفنا ونزلنا السلطنة، نشوف الكثير من الأهالي اللي إحنا نقابلهم كلهم عندهم صلة بعوائل وأسر من البحرين. يعني كذلك أيضا البحرينيين أكيد لهم امتداد هناك، فهناك الله يسلمك يعني علاقة متجذرة مثل ما ذكرنا، يعني يربط البلدين الشعبين في مختلف المجالات. صحيح. وهذا التاريخ يعني يشهد على متن هذه العلاقة. والآن بفضل التوجيهات السامية من القيادة في كل البلدين، نحن نعمل مع الأخوة في سلطنة عمان على تطوير هذه العلاقة لما يكون له خير ومصلحة إن شاء الله البلدين والشعبين الشقيق. أيضا إحنا سعادة السفير يجمعنا هاجس السلام وتكريس ثقافة السلام والاهتمام بمختلف القضايا العربية في ترابط حقيقي. يعني اليوم هذا الترابط كيف يؤثر، كيف ينعكس إيجابا على مختلف القضايا العربية والإسلامية؟ طبعا السياسة الخارجية في اللي يعني تنتهجها مملكة البحرين وأيضا تنتهجها سلطنة عمان هي سياسة يعني متشابهة. طبعا تنتهج مملكة البحرين الاعتدال والاتزان وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك نفس السياسة اللي تنتهجها طبعا بسلطنة عمان. وإحنا طبعاً بيننا تنسيق فعال وبيننا تشاور في توحيد المواقف في جميع القضايا. طبعاً بالنسبة لي يعني القضايا الإقليمية والدولية، كما تعلم الآن سلطنة عمان ومملكة البحرين في منظومة مجلس التعاون. نعم. وطبعاً منظومة مجلس التعاون يعني تجمعهم الرأي والوحدة والكلمة. صحيح. وأيضاً هناك في تنسيق وفي تكامل بين دول الأعضاء، دول مجلس التعاون. وأيضا يعني المجلس يلعب دور الآن في الأمن واستقرار المنطقة، وأيضا في عملية يعني التشاور والتنسيق بين الدول، إن كانت الدول الإقليمية أو الدولية، في كثير من القضايا اللي احنا يعني نشوفها في هذا الوقت. ف يعني التشاور والتنسيق الثنائي موجود، ولكن ايضا يكون وايضا هناك في تشاور وتنسيق تحت مظله منظومه مجلس التعاون. نعم. اللي طبعا ياكد على اهميه التنسيق واهميه التكامل. نعم. بين يعني الدول الاعضاء، وايضا يحقق يعني تعميق الروابط واوجه التعاون بين شعوب مجلس التعاون. نعم. وهذا اللي احنا شاهدناه في مسيرة التعاون، مجلس التعاون ذي المشتركة، اللي فعلا يعني يحقق كل الرفاهية وكل النمو والتطوير حق أبناء هذه المنطقة. نعم. يعني جميل. يعني دكتور قبل الختام حابين نتكلم عن أوجه النمو والازدهار اللي تعيشها أكيد سلطنة عمان منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد يعني طبعا الحكم. الله يسلمك. طبعا يعني منذ تولي صاحب الجلالة يعني تم يعني اعتماد رؤية عمان 2040، وأيضا الخطة الخمسية العاشرة اللي تنتهي في 2025 لتنفيذ هذه الرؤية. أهم المحاور هذه الرؤية، المحاور الأساسية، تعتمد على الإنسان والمجتمع والاقتصاد والتنمية، وأيضا الحوكمة والأداء المؤسسي والبيئة المستدامة. نعم.
يعني لو لاحظنا هناك في قواسم مشتركة بين رؤية البحرين 2030 وأيضا رؤية عمان، وهذا يعني دليل واضح على الرؤى والتوجه يعني لدى القيادة في كل البلدين. طبعا بلا شك هناك إنجازات كثيرة حققتها سلطنة عمان في عهد السلطان هيثم المعظم. طبعا لو تكلمنا عن موضوع الأهداف التنمية المستدامة، استطاعت سلطنة عمان أن تحقق إنجاز كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحصلت على إشادة دولية وإقليمية في هذا المجال. أيضا فيما يتعلق بموضوع إنشاء صندوق يعني الأمان الوظيفي، وهذه طبعا من أهم الإنجازات التي حققتها السلطنة. أيضا حماية المنظومة الاجتماعية في قانون حماية المنظومة الاجتماعية اللي طبعا يعني حقق الكثير من فيما يتعلق ب يعني تأمين حق المواطن العماني منذ الولادة إلى التقاعد. وأيضا نتكلم عن موضوع المشاريع الإسكانية التي تم إنشاها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى مشاريع تنموية فيما يتعلق بالبنية التحتية من شوارع من يعني مطارات، أصبحت الآن في أكثر من عندنا تقريبا 4 مطارات تم إنشاها في السلطنة، بالإضافة إلى المشاريع يعني السياحية. فهناك الكثير من الإنجازات. طبعا سلطنة عمان حققت إنجازات يعني رائدة في الابتكار، وهذه طبعا حققت مراكز متقدمة في جاهزية لتحقيق الذكاء الاصطناعي، هي من الدول المتقدمة الآن عندها بنية تحتية لكي تتحول إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي. صحيح. وأيضا فيما يتعلق ب يعني أداء الحكومة الإلكتروني. هناك مؤشرات دولية سلطنة عمان استطاعت أن تحقق مراكز متقدمة وفقا للمؤشرات الدولية. أيضا فيما يتعلق موضوع يعني الدين العام والتصنيف الانتمائي، الآن سلطنة عمان بفضل خطة التوازن المالي اللي طبقتها خلال هذه الفترة، أصبحت الآن موضوع التوازن المالي لسنة 2024، مما طبعا حصلت الآن على تقريبا بي بلس، وهذه طبعا يوفر لها بيئة استثمارية. هناك العديد من الإنجازات وهناك العديد من المؤشرات التي حققها سلطنة عمان خلال هذه الفترة، يعني نحتاج إلى وقت كبير. طبعاً بس أنت إلى ما شاء الله، يعني أنا بس حبيت أختصرها، ركز على أبرزها وأهمها، لأن هذه فعلاً من أهم الإنجازات اللي تعود بالنفع على الوطن والمواطن. فإحنا يعني نشيد بهذه الإنجازات، ونتمنى لسلطنة عمان كل التوفيق والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم. بإذن الله. سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين في سلطنة عمان، كل الشكر لك ونورتنا. الله يسلمكم إن شاء الله وبارك فيكم. شكرا دكتور، ونبارك لك مرة ثانية هذه المناسبة. الله يسلمك وبارك فيكم. الله يسلمك. مشاهدينا، تحية تحمل في طياتها حبنا واحتفائنا بشعب عزيز على قلوبنا، وإلى بلد تجمعنا مع صلة الدم والقرابة والمصير المشترك. تهاني الناس باليوم الوطني العماني في التقرير القادم. البحرين والعمان ديرة واحدة إن شاء الله. طبعا هي هما طيبين، وشعبها بعد طيب، وشيوخها بعد طيبين. الله يطول في عمرهم ويخليهم إن شاء الله، ويزيد عندهم الأمن والأمان إن شاء الله. تهنئ الشعب العماني الكريم الخلوق اللي نتعلم منه كل يوم شيء جديد بعيد وطنهم. هو بعد إحنا يعني اسمه نقول شعب البحرين والشعب العماني شعب واحد، وإحنا مستانسين بفرحتهم، فرحتهم فرحتنا. وهم بعد يعني
نتذكر حلواتهم نفس حلواتنا، كل ما ناكل حلوى البحريني نتذكر ترى هاي نفسها اختها في عمان. أهنئ الشعب العماني باليوم العماني، كل عام والشعب العماني بخير. وصراحة بالنسبة لي أهل عمان لهم مكانة خاصة في قلبي، لأن أوريدي زرتهم من قبل وأحبهم واجد. أحب أبارك للشعب العماني كل عام وأنتم بخير. الأمانة شعب مضياف، شعب متسامح. بالنسبة لنا إحنا ككويتيين وبالبحرين نحب دائما نزور الخليج. أنا للأمانة يعني أحب الشعب العماني والسعودي والبحريني، ما أقول له الله يحفظ الدول الخليج ويحفظ حكامنا ويحفظ الشعوب، وعسى كل عام وانتو بخير إن شاء الله. أحب هذه المناسبة في وجودنا في البحرين نهني إخواننا أهل السلطنة، قيادة وحكومة وشعب بعيدهم الوطني، وكل سنة هم طيبين، وأهل العمان غاليين علينا هم وجميع الشعب العماني والخليجي، ونحب عمان ونحب اهل السلطنه ونحب الحلوه عاد حقت عمان ما ننسى، وحلواكم يا اهل البحرين بعد انتم غاليين علينا كلكم. حبيت اهنئ الشعب العماني بمناسبه العيد الوطني المجيد لهم. الشعب العماني شعب لطيف وجميل، والشعب البحريني يحب الشعب العماني، وفي علاقات كبيره بيننا يعني من زمن طويل. حبيت اهني الشعب العماني بعيد الوطني مالهم، واقول لهم انه يعني هم شعب وايد حلو وشعب وايد مسالم، وانا وايد احب عمان وعمان وايد حلوه، وبس يعني اتمنى لهم حياه سعيده. مشاهدينا، شهدت سلطنة عمان نمو وازدهار في السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات والمجالات، فأصبحت ترسم السلطنة مستقبلا مشرق يعكس الاهتمام في نمو الاقتصاد والمجتمع العماني. والحديث أكثر حول هذا النمو والتطور يصلنا نرحب عبر الهاتف الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية. يا هلا مرحبا فيك دكتور. حياك الله يا دكتور. يا هلا فيكم، وأنا سعيد حقيقة أن أكون معكم وشاكر لكم هذا التواصل. مبارك لكم هذه المناسبة بالتأكيد. الله يحفظكم، مناسبة واحدة، وعمان والبحرين دائما إن شاء الله تعيش أفراح ومسرات بإذن الله. بإذن الله دكتور، يعني التبادل التجاري الكبير بين مملكة البحرين وسلطنة عمان وصل لأرقام قياسية وكبيرة بين الدولتين، يعني نبي نتكلم عن دلالة العلاقة بين البلدين اليوم. هو بلا شك يعني ما رصدتوه ويرصده أيضا المتخصصين سواء في الاقتصاد أو في الاستثمار، هو بلا شك يعني يعطي دلالات بأن هذه التشاركات المتعددة وأيضا الكثيرة بين السلطنة ومملكة البحرين الشقيقة، سواء طبعا مثل ما تفضلتي في المجال الاقتصادي أو الاستثماري أو غيرها من المجالات، يأتي كنتاج طبيعي للروافع، روافع التاريخ المجيد الذي يربط البحرين وسلطنة عمان سواء كان في التاريخ القديم أو التاريخ الحديث. شخصيا أنا كمتابع وكإعلامي أعتبر أنه نتاج طبيعي لدوافع التاريخ التي أسستها أيضا الحضارات القديمة، لو تكلمنا عن دلمون وعن مجان. وبالتالي هذه الأرقام التي يعني ظهرت خلال السنوات الماضية هي عبارة عن عمل مشترك وجهد أيضا كبير بذل من قبل الحكومات ومن قبل أيضا القيادات سواء كان في مسقط أو في المنامة، وهي طبعا تعطي مؤشرات بأن هناك يعني دفع كبير من قبل حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق وأيضا أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى المعظم يحفظهم الله ويرعاهم، المتتبع للشان الاقتصادي بشكل عام بطبيعة الحال يعني يلاحظ هذا الاهتمام بين القيادتين الحكيمتين في مسقط وفي البحرين، وطبعا كل يصب في مصلحة المواطن البحريني والمواطن العماني. هذه الدلالات حقيقة وهذه المؤشرات التي يعني هي حاضرة على أرض الواقع هي لم تأتي من فراغ حقيقة. صحيح. جاءت نتاج عمل اللجنة العمانية البحرينية المشتركة. نعم. ونتاج أيضا زيارات بين القادة على المستوى،
وأيضا بين المسؤولين أصحابي الاختصاص، سواء كان في مجال الاقتصاد، مجال الاستثمار. وأنا أعتقد بأنها هي نتائج طبيعي يعني، وبالتالي هي يعني دائما ما تتطور، دائما ما تتحدث، دائما ما تدفع أيضا بدوافع رسمية كي تكون في الواجهة ويستفيد منها المواطن، سواء كان في عمان أو في دولة البحرين. دكتور، يعني بعد تولي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق لزمام الحكم، شهدت سلطنة عمان الشقيقة نمو وازدهار في العديد من القطاعات. لو بنتكلم اليوم دكتور، يعني ما هي أبرز الإنجازات وصور الازدهار اللي شهدتها السلطنة مؤخرا؟ هو حقيقة سلطنة عمان ومنذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم مقاليد الحكم في عمان قبل 4 سنوات، وهي تسير في رؤية واضحة سميت برؤية عمان 2040. هذه الرؤية هي رؤية تشاركية، يعني اشترك فيها المواطن العماني، اشتركنا نحن كإعلاميين، ككتاب، كمثقفين. والآن منذ 4 سنوات وعمان تسير في هذه الرؤية لتحقيق أرقام أيضا يستفيد منها المواطن في عمان. هذه الرؤية وكما تفضلت يعني رؤية تشاركية، فيها الجانب الإنسان كإنسان، فيها الجانب السياحي، الجانب الاقتصادي، الجانب الاستثماري، جوانب التعليم. وبالتالي هذه الرؤية تمتد إلى 2040، وهذه الرؤية رؤية أيضا انفتاحية في الجانب الاقتصادي والجانب الاستثماري. نلاحظ الآن العديد حقيقة من الشركات العالمية التي دخلت إلى السوق العماني في هذا المجال، وأيضا في مجالات أخرى، في المجال اللوجستي، في مجال أيضا دعم المواني سواء كانت جوية أو البحرية، وأيضا هناك الآن مدن صناعية ربما تتشارك أيضا في هذه المشاريع، يعني رؤوس أموال بحرينية في عمان، وأيضا هو العكس صحيح. وبالتالي كل هذه الفواعل الاقتصادية والاستثمارية يعني مبنية على خطط وعلى برامج، وهناك أيضا غرف تجارة في البحرين وفي عمان تعمل أيضا في هذا الإطار. ولاحظنا حقيقة الاجتماعات رفيعة المستوى التي يعني تكون بين الفينة والأخرى، سواء كان في المنامة أو في مسقط. كل حقيقة هذه الأعمال وهذا العمل الجاد في هذه المؤسسات يعطيك دلالة أيضا بأن هناك يعني دفع كبير من قبل القيادات في كلا الدولتين، ويعني هناك تشابهات حقيقة كثيرة. يعني لولا يعني أخذنا الجانب السياسي أو الجانب الدبلوماسي، هناك مشتركات كثيرة يعني وتشابهات كثيرة فيما يخص الملفات ومعالجة أيضا الملفات، يعني ملفات المنطقة. هناك أيضا يعني ذهاب بشكل كبير إلى محاولة إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، محاولة أيضا إحلال القوانين الأممية، محاولة أيضا يعني نرى حقيقة من قبل الدبلوماسية البحرينية النشطة، من قبل أيضا الدبلوماسية العمانية التي تحاول حقيقة على مر الزمن وعلى مر الفترات أن يعني تخلق أو توجد نوع من الاستقرار في المنطقة. ودائما ما نرى المنامة ومسقط يعني ترانزيت لهذه الاجتماعات، سواء كانت على مستوى الإقليم كإقليم الخليج أو على المستوى العربي والدولي أيضا. نعم. يعني دكتور، مهم أيضا نسلط الضوء على دوركم كإعلام اليوم في تصدير المشهد الحقيقي لنمو وازدهار سلطنة عمان. بالنسبة للإعلام، احنا كإعلاميين يعني نعرف الرسالة الإعلامية بشكل حثيث وبشكل أيضا واضح وكبير. الإعلام هو ناقل للحقيقة، ناقل للمحتوى، سواء كان للداخل داخل دولنا أو حتى للخارج. وبالتالي هو عمل شاق، عمل متجدد، عمل يعني تعول عليه الحكومات. بدون الإعلام لن تصل حقيقة الرسالة واضحة. ونحن كشخوص نعمل في هذا المجال منذ سنوات نعي ونعرف جيدا أهمية دور الإعلام في إيصال الحقيقة وما السمعة الطيبة حقيقة التي وصلت إليها مملكة البحرين الشقيقة وسلطنة عمان، إلا بفضل أيضا الدور الذي يلعبه الإعلام
في كلا الدولتين. وهو إعلام أيضا بني منذ سبعينيات القرن الماضي على أسس وعلى قواعد أهمها هي الصراحة، يعني أيضا كما ذكر في كثير من التصريحات من قبل المسؤولين بأنهم هم يريدوا لهذا الإعلام أن يكون مرآة صادقة عاكسة لما هو موجود في دولنا. وبالتالي رسالة الإعلام رسالة مهمة ورسالة محورية في التنمية سواء كان في البحرين أو يعني في سلطنة عمان. ونتمنى حقيقة نوفق نحن كإعلاميين سواء كنا نشتغل في التلفاز أو في الصحف أو حتى في وسائل الإعلام الحديثة الآن، أن يعني نقدم هذه الصورة المشرقة لدولنا سواء للداخل أو حتى للخارج. رسالة الإعلام رسالة مهمة طبعاً. وبلا شك يعني القيادات في كل الدولتين يقدروا دور الإعلام والتضحيات التي بالتأكيد. يقدمها الإعلام بالتأكيد يعني دور الإعلام في يعني دور الإعلام عبر كل أشكال التنمية هو دور حيوي بالتأكيد. الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، كل الشكر لك ونبارك لك هذه المناسبة. هدى الخنبشية بدأت مسيرتها الفنية مصادفة في سن 14 من خلال برنامج فوازير رمضان، واشتهرت بأداء الأغاني الوطنية والشعبية المطورة وحبها للأغاني طبعا الطربية. تحولت للعمل الإذاعي بعد تشجيع المحيطين بها، خصوصا شجعوها على استغلال صوتها المميز، وتعمل هي أيضا كمذيعة تقدم برامج تعتمد على التواصل المباشر مع الجمهور. نعم، ترى أن تعدد مواهب أو مهام المذيع اليوم يمنحها فرصة لإبراز شخصيته وإبداعه، وتجد نفسها أكثر في مجال الغناء رغم حبها للعمل الإذاعي. قدمت أعمال مسرحية وإذاعية وشاركت في مهرجانات خليجية، وتدين لأسرتها بدعمها المستمر خلال مسيرتها الفنية. مساء الخير، وبداية أكيد إحنا طبعا يعني فنانتنا هدى نبارك لك، يعني مناسبة اليوم الوطني العماني، كيف تعبر الفنانة والإعلامية هدى عن مشاعرها في ظل هذه المناسبة الوطنية؟ يا مساء النور والسرور والهنا والعافية وانتم بصحة وسلامة. طبعا بداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، ويا رب الخليج كله يكون في أعياد وأعوام وأعوام إن شاء الله. تعبيري طبعا للفرحة بمناسبة العيد الوطني، أكيد إحنا من خلال مشاركاتنا في سواء كانت الحكومية أو الخاصة، مشاركاتنا الغنائية هي طبعا الهاجس الأول، ومشاركاتنا أيضا مع الناس. أنا من شوية يمكن تأخرت عليكم، كان في عندي كذا يعني شفت جمالية حلوة في المسيرة، ولله الحمد والشوارع والناس كلها فرحانة. واليوم كان في عندنا العرض العسكري اللي حضره مولانا الله يحفظه إن شاء الله، وأيضا شفنا الألعاب النارية ولله الحمد. نعم. جميل. يعني أستاذة هدى، يعني أعطيتينا الأجواء العامة في سلطنة عمان، حابين نتكلم عن تفاصيل الأجواء الاحتفالية ومظاهر الفرح بهذه المناسبة. إحنا طماعين نبي تفاصيل، أسمى بالذات نبي تفاصيل، تحب التفاصيل. ليش لا؟ ليش لا؟ بعطيكم تفاصيل. طبعاً كل مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة كانت تجهز من قبل فترة، يعني حتى على المستوى الشخصي نحن نجهز من فترة لهذا اليوم. كل حد يعني فينا يحتفل بطريقته الخاصة، ممكن حتى التجمعات النسائية اللي تصير في البيوت، حتى الحريم كبار السن يعني لابد اليوم يحتفلوا بأي طريقة. يعني وإيش أقول، يعني في تجمعات، في احتفاليات، في طبعا مشاركات غنائية شعرية، حتى الأطفال معانا يريدوا يعني بأي طريقة أنهم يشاركوا، وهذه الفرحة يعني ولله الحمد. جميل. يعني بما أنتي زميلة أيضا يعني في المجال الإعلامي لنا،
وبالتأكيد مهم إن إحنا نتكلم عن دور الفنان والإعلامي في خضم هذه المناسبات الوطنية، مهم يعني بالتأكيد هو مهم وحيوي. كيف تعلقين على ذلك؟ بالنسبة لي أنا شخصيا راح أتكلم بما أني أنا كنت في مجال الإعلام، أعتقد أنه سواء الفنان العماني شيء مضايقني بس ما مشكلة على طبيعتي معاكم تمام، الفنان العماني أو الإعلامي العماني أو أيا يكن يجب أن يمثل بلادي الغالي عمان أحسن تمثيل، سواء كان في محافل داخلية أم خارجية. أنا هذا أتوقع هي الرسالة الأسمى اللي ممكن أنه يعني يتصف فيها المطرب العماني أو اللي رايح يمثل عمان. أنا أتوقع يعني الوجهة العمانية من وإلى حتى في أدق التفاصيل، بالملابس العمانية التقليدية، بالألحان العمانية التراثية، إن جيت للإعلام يجب أن يكون ثقافته عالية جدا، سواء كان خاصة بعمان أم طبعا بالمجالات الثانية. نعم يعني أستاذة هدى أكيد يعني حابين تعرف من خلال هذا اللقاء على إذا كان عندك عمل وطني تشاركين في يعني أكيد بمناسبة اليوم الوطني العماني سواء كان على الصعيد الإعلامي أو الفني. هو والله ما في إصدارات جديدة يعني هذه السنة أو نعم. كم سنة اللي طافت هي في أعمال يعني شاركت فيها، بس إن شاء الله يعني إن الله طالب في عمري السنة الجاية إن شاء الله راح أصدر عمل جديد، بس في موجود كثير من الأعمال. طبعاً أنا من عمر 14 سنة وأنا أتغنى في حب الوطن والسلطان. ما شاء الله لك طولة العمر إن شاء الله. يعني أبرز الفعاليات هدى المقامة في الشقيقة عمان ابتهاجاً بهذه المناسبة. اليوم في كل مكان عنده فعالية، في كل مكان ما شاء اليوم الله. قد يعني ما نخلو من مكان، أنا قلت لك حتى في الشوارع اليوم في فعاليات، الفرحة، الابتهاج، الناس مستانسة ولله الحمد، يعني لو أعدد ما بنخلص ما بنخلص يا أخوي. الله يدوم عليكم نعمة إن شاء الله. آمين يا رب. الله يدوم الفرح بإذن الله. الفنانة والإعلامية هدى الخنبشي كل الشكر لك، وكل عام وعمان الشقيقة بخير وأمن وأمان وتقدم. اللهم آمين. مشاهدينا تحتفل بإنجازات دولة صنعت المجد بأيادي أبنائها، ومن مملكة البحرين نسعد باستضافة أحد أبناء عمان المميزين، الطالب الجامعي بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي فاضل بن علي البلوشي. أهلا مرحبا فيك، حياك الله. حياك الله. يعطيكم العافية. كل عام وانتم بخير. وحابين في البداية أكيد نتعرف على سبب اختيارك لجامعة الخليج العربي لاستكمال الدراسة وبالتحديد في تخصص الطب. نعم. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وضرى، الرحمن على العرش استوى، وصلى الله على من بكى على أمته المبعوث إلى أم القرى، صلى الله وسلم على الحبيب المصطفى. أما بعد، إنما طلبنا العلم لوجه الله ولم نرد بذلك إلا وجه الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقد رفعنا الله بذلك في الدنيا، ونسأله أن يرفع قيمتنا ومقامنا في الآخرة كما رفعه بذلك في الدنيا. من هذا المنبر أشكر أولاً تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة الجميلة، وأيضاً قسم الإعلام في جامعة الخليج العربي. اختياري لجامعة الخليج العربي كان لأنها مؤسسة تعليمية تقدم تعليم طبي عالي الجودة يتناسب مع متطلبات دول الخليج، فكان يعني من المهم أن يكون جزء من هذه البيئة الأكاديمية اللي تتميز أيضا بأنها تضم عدد كبير من الطلاب من مختلف دول الخليج. جميل. وأيضا بيئة البحرين مشابهة لبيئة السلطنة، فكل هذه العوامل كانت بمثابة دافع قوي لي أني أختار جامعة الخليج العربي. حلو. يعني إحنا قبلها وكنا نسولف، ويعني أنا دريت أن هذه السنة الأولى الآن طالب في السنة نعم الأولى. كل التوفيق لك إن شاء الله. آمين. الله يسر أمورك. يعني بس كلمنا كيف شفت البحرين، الأجواء، تجربتك إلى هذا اليوم، يعني كيف تصفها؟ تجربتي في البحرين، أول شيء بيئة البحرين حسيت أنها بيئة مشابهة لبيئة السلطنة، ما حسيت أني بالغربة، بالعكس يعني الشعب البحريني شعب محترم وكريم ومضياف،
ويعني حسيت أن الشعب البحريني يحسسني أنا كمواطن أو طالب عماني، يحسسني كأني أنا جزء من هذا الوطن، يحسسني كأني في كأني في بلادي الثانية. بلا شك أكيد ما في فرق بين البحريني والعماني. يعني حابين نتكلم أيضا عن التحديات اللي واجهتك كونك توك أول سنة، فشون تغلبت عليها؟ من أبرز التحديات اللي واجهتني طبعا خلال أول سنة أكيد يعني البعد عن الأسرة، وأيضا أتأقلم مع الضغوط الدراسية، وخاصة أن تخصص الطب يعني تخصص يحتاج إلى جهد كبير ووقت وتركيز كبير، ولكن يعني مع مرور الوقت ودعم الأسرة والأصدقاء والزملاء استطعت التغلب على هذه التحديات، فيعني صرت شوية أكثر تنظيم واستقلالية. نعم، يعني إحنا اليوم يمكن نستضيف طالب فاضل ونتكلم عن جامعة الخليج العربي تحديداً وعن البيئة وعن التحديات، لأن إحنا نتكلم اليوم عن جامعة هي ثمرة لحالة التوأم اليوم الخليجية اللي نشهدها في يعني مختلف القطاعات الحيوية. بالتأكيد إحنا نستشهد يعني اليوم بهذا الكيان صحيح. كمؤشر أيضا هو على توحدنا. إحنا اليوم نتكلم على مستوى العلاقات البحرينية العمانية بمناسبة اليوم الوطني العماني 54. يعني شلون شفت الدراسة في جامعة الخليج العربي؟ الدراسة في جامعة الخليج العربي تقريبا يعني في هناك اختلافات بسيطة بين الدراسة فيها والدراسة في السلطنة، يعني من واقع تجربة للزملاء معنا في السلطنة. طبعا اختلافات بسيطة من ناحية المناهج، من ناحية الأسلوب التعليمي، بحيث أن الأسلوب التعليمي في البحرين المتبع أنه يركز على الجانب البحثي والتطبيقي، لكن في المقابل في عمان الجانب التعليمي يركز على يعني بشكل أكبر على النظريات والأساسيات. وطبعا كل نظام له مميزاته، وهذه النظامين كلاهما يهدف الى اعداد طلاب متميزين. جميل. يعني اذا بنتكلم عن الاثر الشخصي والاثر على حياتك بشكل عام او تجربتك الحياتيه من خلال اقامتك في مملكه البحرين، فشنو بتقول لنا؟ اقامتي في البحرين يعني علمتني كيفيه التاقلم مع بيئه جديده، التاقلم مع ثقافه جديده، خاصة يعني نفس ما ذكرت سابقا أن الجامعة تضم يعني عدد كبير من الطلاب من مختلف دول الخليج، فهذا ساعد في تطوير مهارات التواصل لدي وأيضا إثراء تجربتي الشخصية خلال هذه المسيرة التعليمية في البحرين. جميل. والطلاب البحرينيين داعمين ولا مداعمين؟ أكيد داعمين. افترض أن داعمين يعني. أكيد داعمين. نعم. أكيد يعني الشعب البحريني شعب محترم ومضياف نفس ما ذكرت، ويعني البحرينيين يحسسوني كأني في بلدي الثاني، ويعني ساعدونا بشتى الطرق يعني ما قصروا معنا. نعم. نعم. يعني مشاهدينا كان معنا فاضل بن علي البلوشي طالب بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي، كل الشكر لك وبالتوفيق. توفيق إن شاء الله. آمين أجمعين. مشاهدينا فاصل وراجعين. المطبخ العماني يعتبر واحد من أبرز معالم الهوية الثقافية لهذا الشعب العريق. ما يميز المائدة العمانية ليس فقط تنوعها بل طريقة تقديمها اللي تجسد روح الضيافة. بنكتشف هذا العالم الغني بالنكهات والتاريخ مع ضيفنا عبر الزوم الشيف عيسى اللمكي. حياك الله شيف. حياك الله، مبروكين هذه المناسبة. الله يبارك حياتكم وحياكم الله. الله يحييك شيف. يعني أنا بنتكلم تفضل. حلو هالتنسيق. الله يسلمك. ما عليك زود. جميل والله. ما عليك زود يا اخي. ما عليك زود. بلدنا الثاني لازم واجب علينا. الله يسلمك يا رب. الله يسعدكم يا رب. وياك يا رب. ويديم افراحنا وافراحكم يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم امين. شيف اكيد المطبخ العماني يتميز بنكهاته واطباقه مثل ما ذكرنا في البدايه، فحابين نتعرف على الفروقات بينه وبين المطابخ الخليجيه والعربيه.
أول شيء أشكركم على الاستضافة، وكل عام وسلطنة عمان بألف خير وصحة وسلامة، وسلطاننا المفدى جلالة السلطان هيثم بن طارق وولي عهده السيد ذو اليزن بن هيثم. اليوم طبعا احنا بننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، اليوم هذا اللي بنجدد فيه الولاء لمولانا السلطان، الولاء للسلطان والزود عن الوطن والإيمان بالله. أنا عكستهم، الإيمان بالله والولاء للسلطان والزود عن الوطن. نعم. يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم، والكل بردد يعيش يعيش يعيش. طبعا المائدة العمانية يعني ما شاء الله يعني مائدة كبيرة صراحة ومتنوعة. فاليوم طبعا يعني قبل المائدة الأفراح يعني ناس بتجهز فرحة اليوم اللي هو من 17 نوفمبر، تجهز بالأعلام، تجهز شو راح تطبخ، شو راح تجهز. حلو. الحلوى العمانية دائما حاضرة، هاي أول شيء. طبعا الناس تتبادل الحلويات، تتبادل الابتسامات، الكل فرحان تحت مظلة العلم العماني. نعم. سواء كان مواطن أو 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 مقيم، كلنا تحت مظلة سلطنة عمان بنفرح مع بعض، نتشارك الأكلات العمانية المنوعة. نعم. طبعاً لازم الحلوة ولازم العرسية، والعرسية العمانية المشهورة اللي إحنا بناكلها في كل عيد أو مناسبة. جميل. نعم. جميل. يعني مثل ما تفضلت أنت، المطبخ العماني غني بالأطباق المتنوعة والجميلة حقيقة، لكن احنا نبيك تكلمنا عن الأطباق العمانية اللي يبدع فيها الشيف عيسى اللمكي. وشوي شوي علينا لأن احنا ترى يواعة. تفضلوا عندنا في عمان، يعني الله يسلمك، المائدة كبيرة ومنوعة. من 2005 بديت أني أنوع في الأطباق العمانية وطورها. نعم. اللي هو الأصالة المعاصرة اللي سنت. يعني بديتها من 2005. الأكلات العمانية، الشوى العماني احنا دائما بناكله مع يا العيش الأبيض أو القبولي، العيش القبولي. طبعا أنا كعيسى غيرت الجسمة الفكرة هذه، الحين صرت أحشيها، بعملها مقبلات وبعملها يعني كذا، مع خاصة الأيام هذه أيام فرحة، بعمل شغلات جدا مميزة اللي هي حتى الهريس بعملها مكورة وبنقليها. الشوى العماني محشي بالباف بيستري وبنقليها. الحلوى العمانية نفس الشيء بنحشيها، يا بنلفها بالورق اللي هو الكنافة. نعم. أو بالباف بيستري وبنخبزها. نعم. مع الشيرة. وفي أطباق جدا يعني منوعة عملناها، في أطباق كانت وجبات رئيسية غيرناها إلى مقبلات. نعم. يعني شيف، شلون يحافظ الشيف اليوم على أصالة يعني الأطباق أو المطبخ العماني مع تقديمه بطريقة عصرية مثل ما ذكرت؟ والله سؤال مهم، لأن في ناس انجرفوا. شيف تتفق معي ولا تختلف؟ يعني في ناس قال أنا بطور شوي كذا، لا راح انجرف وراح ابتعد عن أصالته. فالمسألة ترى مو سهلة، أنت شلون تحافظ بالفعل؟ صحيح. يعني سؤال صحيح. اللي انجرفوا أستاذي انجرفوا لأنهم هم ما ركزوا على الأساس المطابخ بلادهم، يعني هم ما كانوا عارفين أو ما دارسين الموضوع بشكل جيد. يعني أنا وعذ بالله من كلمة، أنا لما أجدد الأكلات هذه أو أني أطورها، ما أجدد يعني أطورها، بحافظ على الأصالة، البهارات هي ما بلعب بالبهارات. نعم. يعني نقول الفونديشن لازم يكون متواجد. نعم. بس أنا بلعب بالبرزنتيشن، التزيين. جميل. طريقة الإخراج، بدل ما أنا أعمل شوى اللي هو ناكله مع الرز، لا أنا بحشيه
بنطبخ الشوى مثل ما هو شوى العماني اللي هو بنفس الطريقه والمكونات نفس الطريقه نفس النكهات بس أحسن. اللهم اني باخذ اللحم وبحشيه بالباف بيستري او بعجينه القلاش وبنقدمها بطريقه منوعه بدل مع القلاش مع سلطه او مع نقدمها مع صلصه معينه مختلفه بالبرزنتيشن عالمي شوي بنعمل اللي هو مزيج ما بين العماني بالايطالي ايطالي بالعماني الفرنسي بالعماني العماني بالفرنسي لانه لازم التطوير نعم علشان الجيل القادم هذا نعم. لازم يعني لما يعني تقدم له هالانواع من الاكلات العمانيه لازم يتقبلها بطريقه جديده لانه هو كل يوم راح ياكل او كل في الاسبوع مره راح ياكل شوى مع الرز نعم راح يمل خاصه الجيل هذا اللي طالع جيل يعني اكلات سريعه فبيقول لك كل يوم حناكل شوى مع رز شوى مع رز فلازم انك تجدد شوي علينا نعم شيف عيسى شوي علينا نعم اتفقنا من البدايه انه شوي يعني بس المميز اسمه ان الشيف يعني قادر انه يوازن وعارف الحد الفاصل اليوم رايح حق التطوير ولكن هو محافظ على الاصاله وهذه ميزه الشيف العماني بشكل عام اسمه اكيد نعم. الشيف العماني عيسى اللمكي كل الشكر لك وكل عام وانت بخير كل عام وانت بخير وانتم بصحه وسلامه وشكرا على الاستضافه شكرا لك على قبول دعوتنا الله يسلمك ما قصرت الله يحفظك بالتوفيق احنا يا اسماء لما نقول ان الدار واحده والفرحه واحده ما نقول احنا من يعني من قبيل المجامله ولا نقول لك يعني ككلام لدواعي الاستهلاك الاعلامي بالفعل احنا واحد الفرح واحد تخيلي احنا طبعا زملائنا لما نزلوا ياخذون يعني تهاني الناس البحرينيين لاشقائنا في عمان تفاجأوا ب يعني الكثير من أشقائنا العمانيين جايين البحرين علشان يحتفلون بمناسبتهم الوطنية وهذه يؤكد وهذه مؤشر من ضمن مؤشرات عديدة نعم. على أن احنا بالفعل واحد اليوم أنا أحتفل بيومي الوطني في عمان هو يعني هي الدار واحدة أكيد. ما يتغير علينا شيء خلونا نشوف هذه التقرير الراجع عندكم اليوم شرفونا أهل البحرين بهالمقابلة الطيبة عيدنا الوطني وحابين يحتفلون ويانا خليجنا واحد وصراحة هاي بادرة جميلة منكم يعطيكم ألف عافية وشرفتونا فيها لو بغينا نقول ولو بغينا نوفي ما 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 نوفي أبدا يعني قدر الشعب العماني ونهنيهم وعلى رأسنا جينا نحتفل بالعيد الوطني في بلدة البحرين طبعا خليجنا واحد كلينا الحلوى البحرينية والحلوى العمانية والله نعم قبل كل شيء هني مولانا صاحب جلالة سلطان هيثم الله يحفظه إن شاء الله وسيد القليل الله يحفظها إن شاء الله الشعب العماني الله يحفظهم وطبعا نحتفل في أي مكان احنا كلنا في دار واحدة سواء البحرين أو قطر أو السعودية أو الكويت أو الإمارات خليق واحد ونحتفل في أي مكان واستقبالكم هذا ما شاء الله يكفي يعني واحتفالاتكم معنا جزاكم الله خير يعني على المبادرة الطيبة هذه نهني مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بمناسبة اليوم الوطني وكذلك ما شاء الله أهل البحرين ما قصروا معانا من أول ما وصلنا عندكم البحرين هم ما شاء الله يستقبلونا ويهنونا وهنا اليوم نجرب الحلوى البحرينية وكذلك جايبين معنا الحلوى العمانية تقربونها مشاهدينا وصلنا معكم لختام تغطيتنا باليوم الوطني العماني كل عام وسلطنة عمان قيادة وشعبا بألف خير الله يدوم الفرح يا عمان نشوفكم على خير في أمان الله